أثناء مناقشة القضية الفلسطينية التي تعد القضية المركزية لكلا دولتينا، وأشرنا إلى الإعلان الجزائري يوم أمس الذي تم التوقيع عليه من قبل الفصائل الفلسطينية المختلفة، ودولة قطر ترحب بهذا الإعلان وبنتائجه، ونتمنى أن تكون هذه النتائج والخطوات الإيجابية تسهم في إنهاء حالة الانقسام التي أثرت بشكل كبير على القضية الفلسطينية. أيضاً ندين التصعيد الإسرائيلي الذي يحدث بشكل يومي والانتهاكات في مناطق الضفة الغربية المختلفة وانتهاكاتهم واقتحاماتهم للمسجد الأقصى.